المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب. يا رب اللهم امين. انا سعيد اني شفتك. تسلم. وسعيد اني قابلت اخواتي على الله. حبيبي حبيبي يا حاج محمد. وانا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبقول لهم ربنا يجمعنا بكم على خير في الدنيا وفي الاخره في جنه الله سبحانه وتعالى، وتبقى صحبه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. صباحك فل يا حبيبي. شكرا لك يا غالي. صباحك فل. اللهم امين يا رب. ربنا يقف مع اخواتنا المستضعفين في غزه. اللهم امين يا رب. وحد كلمه المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. ربنا سبحانه وتعالى يجعل وقفتنا والقائبك واللي شفنا يقول امين ويصلى على النبي. بما ان حضرتك فتحت الفيديو، اتمنى من حضرتك انك تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناه الريف حياتي من كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم جميعا. النهارده احنا موجودين في سوق بلقاس العمومي الدولي. طبعا يا جماعه سوق يوم الحد من كل اسبوع، فجر الحد من كل اسبوع، وتحديدا احنا موجودين في سوق الجاموس الوالي. جايب لكم النهارده عرض من احلى العروض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. قول له جاموس دمياط العسل ده اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صل على النبي يكسب. اللهم صل على النبي. قول له جاموس دمياط ابو 100,000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صل على النبي يكسب 10 كيلو في القعده. اللهم صل على سيدنا النبي. عند الحاج محمد ابو غازي الاربع حلبات يا جماعه هم قدام حضراتكم اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صل على النبي يكسب. السلام عليكم يا معلم. حبيبي اتعرف على حضرتك يا غالي الاول. انا محمد ابو غازي. تمام. ام مرادة دمياط. احسن ناس واغلى ناس. ربنا يبارك لك، انت اللي احسن راجل. بما يرضي الله. تعال يا محترم يا معلم محمد. بما يرضي الله. انت عشان تافه الحليب. احسن جاموس وبنته دمياط. اللي هتقوله هتسلم عليه خلي بالك. الجاموسه بتاعه دمياط احلى جاموسه في المنطقه كلها، والناس اللي واقفه دي كلها عارفه الكلام ده يا معلم محمد. اللي هتقوله هتسلم عليه. انا يا باشا خدام اي حد. اللبن يا غالي. انا تحت امر ربنا. اللبن يا معلم محمد الله يخليك. البزان اللي ورا بناخدهم او بناخد 3 بزاز فيهم 8 كيلو. 3 بزاز فيهم 8 كيلو، البزان اللي ورا فيهم 6 كيلو في القعد. اللهم صل على النبي. من الممنوع. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. نص طن لحمه والخلف ذكر. اللهم صل على سيدنا النبي. الخلف ذكر هو اللي يصلي على النبي يكسب. العمره دي يا معلم محمد تقريبا كده 5 ايام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده الإحرام إيطالي يا جماعه اهوت. ابن خمس ايطالي واللي يصلي على النبي يكسب. صلى الله عليه وسلم. دمياط. ابن 5 ايام يا جماعه اهوت. تحالب احسن بقره هولندا ب 150,000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك. من الممنوع ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. يا معلم محمد العنوان بتاعنا انا الحاج محمد ابو غازي ام مراده دمياط. حبيبي يا معلم محمد على راسك. العنوان بتاعنا ام مراده كفر البطيخ دمياط. رقم التليفون 010 010 6 6 13 13 14 14 036 036. الحاج محمد ابو غازي ام مراده كفر البطيخ دمياط. اي حد يا جماعه محتاج المال الطيب دهوت يتواصل مع الحاج محمد. ممنوع. ورقم التليفون موجود في العرض. مش هناخد حقها الا بعد شهر يا معلم محمد. اتفضل. خليك في المضمون ده. اتفضل. وقدام ربنا. اتفضل. انت سمعت اسعار؟ يا باشا معانا 100,000 وما بعناش. اللهم صل على النبي. معانا 100,000 بفضل ربنا. يعني 100,000 وما بعتش؟ 100,000 وما بعناش يا باشا. عشان في وجه الكريم. ان اراد ربنا سبحانه وتعالى 100,000 و10. اللهم صل على النبي. واللبن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تمام. والاكل بشهاده ضمان. هتبقى فلوس يعني انت هتبقى فلوس على اللبن. مش هناخد حقها الا بعد شهر. حبيبي حبيبي. مش هناخد حقها الا بعد شهر. الحاج محمد يا جماعه واثق في البضاعه بتاعته. بفضل الله سبحانه وتعالى ما بنغيرش، والناس اللي عارفانا على اللايف. حبيبي. عارفه الكلام ده. حبيبي علي محمد. يمكن اتعاهدت معانا مره واثنين وثلاثه. انت احسن راجل. الله يخليك يا معلم محمد. بحبك من غير اي حاجه. تسلم تسلم يا غالي. حبيبنا وحبيب الناس كمان. الله يبارك لك. اللهم الحمد لله ما بنشتغلش الا في الحيل وبفضل الله سبحانه وتعالى. تسلم يا معلم محمد. واصحابنا وحبايبنا عارفين ان احنا بفضل الله في الامان. حبيبي. ما بنجيبش الا انضف جاموسه واعلى جاموسه في السوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. حبيبي جاموس الرجاله. اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. جاموس دمياط. اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه اللي محتاج العرض دهوت يتواصل مع الحاج محمد، ورقم التليفون موجود في العرض. رقم التليفون في اخر العرض يا حاج محمد. 010 010 6 6 13 13 14 14 0 0 36 36. حاج محمد ابو غازي ام مراده كفر البطيخ دمياط. احسن ناس واغلى ناس. حبيبي حبيبي يا حاج محمد. حبيبي وانا بقول اخر كلام ليا اللي نفسي اقوله. حبيبي. وربنا سبحانه وتعالى استجابه مننا. ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم امين يا رب. ربنا يقف مع اخواتنا المستضعفين في غزه. اللهم امين يا رب. وحد كلمه المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. ربنا سبحانه وتعالى يجعل وقفتنا
والقائ بك واللي شفنا قول امين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم امين يا رب. يا رب اللهم امين. ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم امين. تعلي كلمه لا اله الا الله وتجمع المسلمين على رايه الاسلام. امين يا رب. ليه لا اله الا الله محمد رسول الله. امين يا رب. ربنا يقف مع اخواتنا في غزه ويهد رؤساء العالم للي فيه الخير للمسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب. يا رب. اللهم امين. انا سعيد اني شفتك. تسلم. وسعيد اني قابلت اخواتي على اللايف. حبيبي حبيبي يا حاج محمد. وانا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبقول لهم ربنا يجمعنا بكم على خير في الدنيا وفي الاخره في جنه الله سبحانه وتعالى. حبيبي. وتبقى صحبه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. صباحك فل يا حبيبي. شكرا لك يا غالي. صباحك فل.